يعتبر المغرب خليطاً في الجغرافيا والثقافة والمناخ، فهو بلد الفصول الأربعة في الموسم الواحد، فقد يقبع الشتاء في الشمال ويزامنه الصيف في الجنوب، ويولد الربيع في الغرب ويمكث الخريف في الشرق. كما يحظى المغرب بتنوع جيولوجي في أشكال سطح الأرض، فهناك أودية وسهول وسلاسل من الجبال الشامخة، على رؤوسها عمائم من الثلج والجليد، تقابلها صحراء كبرى، على جبينها الجفاف والقحط والسراب، تمتد بأذرعها في كل شمال أفريقيا، فتشكلت بادية مختلفة الألوان في مزيج من الثقافات والأعراق بين العرب والأفارقة والأمازيغ. تعتبر الآبار الجوفية مصدر الماء الأول والوحيد في الصحراء أثناء مواسم الجفاف، حيث يستوطن البدو الرحل حول آبار المياه في أوائل الصيف ويبقوا حولها حتى مطلع الخريف، فطلب الماء في فصل الجفاف يحد من انتشار البدو في الصحراء، فقطعان الماعز والأغنام بشكل خاص لا تستطيع الابتعاد كثيرا عن الماء، فهي تشرب الماء بشكل يومي ومنتظم. لا يعرف البدوي الهدر أو الإسراف في الماء، فهو يثمن قطرات هذا السائل الذي يستمد منه شريان الحياة في وسط الصحراء التي لا ترحم من أساء التقدير في اختراقها. فلقد استطاع البدوي الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المائية المتاحة في بيئته للتعايش معها، فعلى هذه المياه الراكدة في قعر هذا الوادي أقبل هذا الراعي بإبله على هذا المورد قبل أن يتبخر من شدة الحرارة أو تبتلعه الأرض في جوفها. والإبل التي تعرف بكونها أكثر الكائنات الصحراوية صبرا على الماء أقدمت على تنازلات كبيرة أمام المياه، فها هي جاثية على ركبها احتراما لقيمة الماء وتذللا إليه. إن ملامح حياة البدو في المغرب لا تزال تحمل الكثير من الأصالة والتراث، فلم يطرأ على نمط حياتهم إلا اليسير من التغيير. ولعل نمط معيشة البدو في كل صحاري العرب تعكس صورة واحدة قد تختلف في قليل من التفاصيل وتتشابه في كثير من الوجوه، فالصحراء التي امتدت في كل أقطار العرب وغطت أكثر من 60% من مساحتهم شكلت بامتدادها الجغرافي امتداداً ثقافياً آخر لقيم وتراث الصحراء من أقصى المشرق العربي في جزيرة العرب إلى أقصى المغرب العربي. تشكل المرأة البدوية عمود الارتكاز في مجتمعات البادية والصحراء، فإن كانت المرأة تعتبر نصف المجتمع المدني فالبدوية كل المجتمع البدوي، فبيت الشعر بكل تفاصيله ومراحله المختلفة هو من صنع أناملها، فهي من جمعت الشعر قطعا مبعثرة وجلست عليه ساعات طوال تنخل منه الشوائب والأشواك لتغزل وتبرم بمغزلها الخشبي البسيط في عملية يدوية شاقة كل خيط من خيوط هذا البيت، بل هي من حاكت كل فلجان هذا البيت مع كل أحجبته وأذريته. ولم يقتصر دورها على صناعة البيت وبنائه، بل حملت كل مسؤوليات هذا البيت. فالمرأة البدوية التي تبدو قابعة في الظل خلف الأروقة هي في الحقيقة من لعب أغلب الأدوار على مسرح الصحراء. لقد حملت المرأة البدوية على عاتقها الرقيق ما لا تطيق، فنهضت بصبر وثبات بأحمالها الثقال. تلك بعض من الصورة الحقيقية لمعاناة وأدوار المرأة البدوية، وهي لا تزال تسير بخطى ثابتة ومتزنة
تحت وهج الصحراء وتحت حملها الثقيل.